شكرا يا عسل. هتاكل من صدرك حته. ماشي يا اكل يا صلاح، ما يحرمنيش من مجايبك ابدا. خد 2000 جنيه من ما رضيتش ينزل مليه. بس فداك مش خساره فيك يا بابا. حط شطه، حط زبرده. ما انت جبت الفلوس دي منين يا صلاح؟ كان لها شيء انا ميتين كده عند واحد حبيبي وجبتهم. هات ورده يابا. طول النهار امه موجوده هسه هنا. ولا صلاح رصيت ساكن هنا؟ انطق يالا. اوه مش ناقص عبط يا عم. يلا يلا يا عم. بكره غلقك ده يا بنت عشان تدعي لي. ده انا مفيش ركعه الا لما هريتك فيها دعاء. زي امي كده تدعي لي دعوتين بالليل وتقشطني عليهم الاسبوع كله. عاوز اخدها بقى ونروح نطلبك من خالف الحرامي. طب بس ما تقولش حرام يا صلاح. لا هو حرام انا في حاجه حلاوه. روح رجع البطاطا يا بلاش يا ولا لو لا لو 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 لو. ايه العباطه اللي انا بغنيها دي؟ الشوكولاته ساحت مطرح بتنيه يا صلاح. بتنيه يا عم انت مش نضفت السطح. مطهور بقى واتفرقنا. بتنيه دم هنا هو بستينا. ما انت ناد استهبال. قوم يا ابني قوم لم البلاوي دي وخور. بتنيه دم ستينا. وانا فاهم منك اي نيله. بتنيه دم هنا. بلطجيه؟ بلطجيه في ايه؟ كان في بلطجيه في الحاره. بتنيه دم ستينا. ما عرفتش يا عبيد. ايه بقى هنا يا عبيد؟ هنا بلطجيه في البيت هنا. اما 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 مالك يا واد؟ في ايه يا واد يا ابن المسروع؟ الحمد لله انك بخير يا اما. الحمد لله. ايه خايف عليا عشان الاوساخ اللي دخلوا على امك وهي نايمه؟ مين دول يا اما؟ هيكونوا مين يعني؟ بلطجيه اشكالك. لولا عملت فيها ميته كانوا خلطوا عليا. شكلها ايه العيال دي يا اما؟ بقول لك عملت فيها ميتة. طب استنيني انا يا اما، ما تحركيش انا جاي لك. فرد الخرطوش اتاخد. صلاح رصي بيتسرق في بيته وفي سلاحه. لا دي هتولع. اوسخ حرامي حرامي الحرامي.